مرحبا، اكو موضوع صار فترة كلش طويلة اريد احكي بيه بس ما صارت فرصة، اللي هو على التعليقات اللي دا اقراها. بعض من التعليقات من يصير الموضوع يخص موضوع الانتحار او يخص موضوع حالة مشكوك بها ممكن انتحار، رأسا يطلعون الجماعة اللي على اساس انهم مثقفين وواعين ويفتهمون يقولون والله هو حر باختياره، هو اختار ان يموت، هي هاي حريتها انه هي اختارت هذا الشيء وبراحتها هي اختارت تموت. انت من شوك ديمقراطي حتى على مود تحكي لي بالحرية وحرية الخيارات؟ زين ليش تحسسني كأنه ما كان عندها او عنده خيار ثاني؟ عبالك الموضوع ده يختار بين علمي وأدبي، ترى هو مو ما حد اجى خيره او خيرها بين الحياة بسويسرا وبين الموت وقالت لا والله انا خل اختار الموت، ايش عندي عايشة بسويسرا؟ ماكو هيجي شيء، ماكو خيارات. الشخص من ينتحر لانه هو ترى ماكو انسان روحه مو عزيزة وماكو انسان ما يحب الحياة، بس اكو انسان حياته جحيم بسبب المحيط الداير مدايره، والمحيط اللي هو المجتمع واللي احنا كلنا اجزاء من المجتمع، من ضمنهم انت جزء من المجتمع، انت اللي صاير ديمقراطي وتقول حريه ومن حقه يختار. ترى بسببك انت كجزء هو انتحر لان حياته صارت لا تطاق لدرجه قام يشوف الموت جنه، ان يموت ويفقد حياته ويتالم حتى يموت، والموت المرعب سكرة الموت اللي تخوفنا كلنا، هو اختار هنا بين حياة جحيم وبين موت يرتاح. فبهالحالة ما نقول هو حر باختياره، لا هو اكو اسباب، احنا نجي نشوف الاسباب اللي خلته يوصل لهالمرحلة، ليش وصل لهالمرحلة ونعالج الاسباب، مو نصير ديمقراطيين ونقول حريته الشخصية واختياره. اما المجموعه الثانيه جماعه الحرام وشلون هيك يسوي وجهنم وبئس المصير ومن هالحكي، اول شيء احنا كلنا مسوين شغلات حرام، ما بينا واحد معصوم، بس هذا الحرام اللي احنا نسويه بمزاج، ما مسويه واحنا مضطرين، ما مسويه واحنا ما فقدنا كل الخيارات وما بقى عندنا بس هذا الحرام نسويه. فش معنى الحرام اللي بمزاجنا نسويه نغض البصر عنه والله غفور الرحيم ومن هالحكي؟ اش معنى هذا الحرام رأسا صرتوا كلكم رجال دين ومشايخ وتطون افتاء وانتو كأن ما عندكم سجل اسامي الناس اللي حطبوا الجنة وحطبوا النار وتبدون تصدرون احكامكم؟ الى متى نعوف المشكلة والاسباب ونشلب بالامور الشخصية؟ الى متى نقعد ننقد الشخص نفسه انه هو ليش هيجي، انه هو تصرف فلان شيء اذا ننقده، ما نسأل ليش هو تصرف هيجي، ما نسأل شنو اللي وصله لهالمرحلة، نبقى نفتر بالمحيط ونعوف لبة الموضوع. اتمنى الفكرة وصلت، تحياتي لكم.